مشاهدونا، ضمن مهرجان ثقافات للأفلام السينمائية القصيرة عرض فيلم بريس للمخرج هاشم عفاري، وعن هذا الفيلم سنتناول في عددنا هذا قراءة موجزة، لاشقونا. فيلم بريس أو الصحافة من الأفلام التجريبية القصيرة، حيث يجري عرض، يعني أنا حاولت من خلال الفيلم أنه أعرض لو شيء بسيط عن المشاكل اللي يمر بها الإعلام العراقي أثناء مزاولته أو الرسالة الإعلامية اللي يقدمها، حيث يجري طرح الكثير من الهموم والمشاكل اللي تعيق عمله والمتصدين للكلمة الحرة. طبعا فيلم بريس شارك في مهرجان الخليج السينمائي الدورة الثانية، وأيضا شارك في مهرجان السينما العراقية 2009 وحصل على الجائزة الأولى، وأيضا كان له مشاركة في فعاليات السينما العراقية في عمان اللي تدعم الهيئة الملكية للأفلام. تناول فيلم بريس لهاشم العفاري ما تعانيه الصحافة من استهداف وقهر وتهميش وقتل أحيانا من خلال كاميرا وضعها المصور في مكان ما لتقوم هي بالكشف عن حقائق المكان، ولعله أراد أن يقول بأن ما ينقله الصحفي واقعي ينقل كما يحدث ولا دور للصحفي فيه سوى نقله. ومع بداية الثواني الأولى للفيلم ندرك مدى ارتكازه على الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية. إننا بأزاء فيلم تعبيري، لذا لا غرابة أن يستحث المخرج مشاعر التشويق عبر ما تمنحه المؤثرات المنتقاة بعناية من ترقب، يعزز ذلك المؤثرات البصرية التي استخدمها في تشويش الصورة. الكاميرا في موقف يظهرها بمظهر ما يحاول الكشف عن فعل مخبوء أو سري، يتأكد ذلك من دخول رجل يحمل عصا وهو يبحث عن الكاميرا بإصرار. حركة الكاميرا والمستوى الأرضي للقطة يرينا وجهة نظر الكاميرا التي تبحث عن التقاطة ما، إنها ليست محايدة بالتأكيد. يظهر هذا من خلال استعراضها للصور التي سطرت عبرها باختزال وتكثيف صفحات مما مر به العراق وطنا وإنسانا، رغم أن بعض الأفكار بدت مبعثرة لا يفك طلاسمها سوى من عاش الأحداث وعرف بواطنها. الكاميرا أو الصحافة تتحدث عن كل شيء، ما هو حقيقي وما هو مزيف، فكما تظهر ما يتصارعان تبدي كذلك السياسي الذي يصرح بما اعتادت عليه أسماع المواطنين إلى درجة ألا تصدق. وحسنا فعل المخرج هاشم العفاري حين أخفى الشخصيات واكتفى بمظاهر منها كالأقدام وظلال. الوضوح الوحيد هو للطفلة التي انشغلت بالرسم، لقد منحها إضاءة جيدة نسبيا بينما وضع الآخرين في إضاءة تميل للعتمة وتشعر المشاهد بالانقباض. أراد المخرج أن يظهر انحيازه للبراءة والنقاء والضوء والمستقبل، لذا عمد إلى أن تظهر حركات الكاميرا أكثر استقرارا وهدوء. حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لولا الحمائم بين الماء والطين، يا بزة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحي والحين. لقد حقق تجل عكسته الموسيقى المتصاعدة والعدسة التي تفتح على آخرها لتظهر الملامح الأكثر وضوحا للحقيقة الوحيدة الماثلة أمام الكاميرا، الطفولة. والنكوص عنها يؤدي بالكاميرا إلى النهاية المرعبة، التهشيم، شطب الكلمة ومحو الصورة. إن إخفاء شخصيات الرجال الذين بدأوا عدوانيين وشرسين يجعل الجميع في موضع الاتهام. في نهاية الفيلم أعاد المخرج اللقطات الأول التي بدأ بها
وكأنه يريد أن يقول بأن البحث عن الحقيقة في ظل الأخطار الكامنة سيظل هاجس الصحافة التي لم تكف حتى إن تعرضت للقتل. فيلم بريس لهاشم العفاري احتوى فكرة مكثفة جميلة لكاتب السيناريو موفق نجيب، رغم أجوائها المقبضة شكلا ومضمونا. وقد وظف عفاري إمكاناته كمونتير في تحقيق تقطيع رائع للقطات صممت بعناية قام بتصويرها حسين جعفر. ومن المؤكد أن هاشم العفاري قام بنفسه باختيار الموسيقى التي أنجز مكساجها بدقة تستحق التقدير.